السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للسادة والسيدات الأوفياء للقناة الرياضية. نحييكم مباشرة من المجمع الرياضي الأمير مولي عبد الله بالرباط، قمة المتناقضات برسم الجولة 24 من بطولة اتصالات المغرب. يستقبل من خلال الساعم الجيش الملكي الكوكب المراكشي في واحدة من اللقاءات الكلاسيكية في تاريخ الدوري الوطني. طبعا الحال بداية وسريعا لتشكيل الفريقين، نبدأ بالفريق المحلي. جيش الملكي يختار اليوم كل من محمد أمين بورقادي على مستوى حراسة المرمى، بقية الأسماء محمد الشيبي، عبد الواحد الشخصي، عبد المنعم بطويل، إسماعيل المعلم، حمزة الموسوي، توفيق الصفصافي، المادي بالرحمة، محمد الكمال، عبد الغالي، معاوي إبراهيم، البسبودي. هذا وتشكيل المدرب الأصفر كارلوس، فيما اختار في بنك المدراء ياسين الحاد، مراد كعواش، سانجا، طوبيو، كوليبالي، حمزة الخبيري، تشيلو، فومبوان، سينجا، إبراهيم باكايوكو وهشام مرشد. الكوكب المراكشي اليوم. وقبل ذلك أذكر بالنسبة لحكام المقابلة، مباراة سيقودها الحكم الدولي جلال جيد بمساعدة كل من حمزة النصير وعبد الرحيم حفيظ، الحكم الرابع ومروان مرابط من عصبة الغرب، ثلاثي تحكيم المباراة من عصبة الدار البيضاء. تشكيل إذن فريق الكوكب المراكشي، محمد باعيو في الحراسة، بقية الأسماء: المهدي، صاير، إذن السراوي، كريم الهاني، موسى كوليبالي، زكريا سفيان، ياسين الجريسي، سعد قصول، عبد العميمي، ياسين الذهبي، محمد بوركسوت. هذا هو التشكيل الأساسي للمدرب محمد عز الدين بن نيس، يساعده يوسف مريانفي، ما في منك الاحتياط كل من إبراهيم نجم الدين، محمد الحلالي، أمادو السمكي، زكريا نسيك، سفيان الباشا، سعد المرتي، وسفيان بالروح. حوار خاص اليوم للمدرب الأصفر كارلوس، كنترول التحضير، بعت عن الفرصة الأولى البسخودي، صراع بينه وعبد الغالي، معاوية، يقطع أماني، يقطع كريم الهاني، يعطي خطر وسط جميلة مراكشية، تبعوا المحاولة الانسيابية طريقة جميلة، يدخل تدخل أكثر من رائع من جانب عبد الواحد الشخصي، يوقف هذا الهجمة السريعة من خلال هذه الكرة، لكن بعدها تمشي ياسر الجريسي. مباراة متحركة، منتظر أن نتابع الأهداف. بدا يدخل فيها شوى المقابلة، بدا يبحث على أولى فرص الكوكب المراكشي ليتمكن من مغادرة الجيش الملكي في الدقائق الأولى من هذه المباراة. كرة تلعب في الجهة اليمنى، حين البحث عن العرضية، كرة مراكشية الراسية خطيرة، جول 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 الفنر بولكسوت، المبدع بولكسوت يفعل مع بداية المقابلة أهداف. ياتي في حضن الدقيقة الأولى فرحة السيرية من جانب مسار الكوكب المراكشي، قلت سيبحث من أجل المباغتة، لاحظوا مع المهدي صايا، هنا رجعت للخلف، هنا شوف العابة بطريقة جميلة، هنا الأسيست، هنا اللمسة، هنا الخطأ اللي ارتكب من جانب دفاع الجيش الملكي، العابة من محمد، العابة اللاعب عبد الإله العميمي، بولكسوت في الراسية، وسوء على مستوى التغطية الدفاعية من جانب الدفاع وحارس مرمى فريق الجيش الملكي، الصفصافي لم يكن في الموعد على مستوى التشيط الدفاعي، وبولكسوت ساعد بهذا الهدف المسجل الأول، وفرحة السيرية من جانب الجماهير المراكشية في المدرجات. مباراة بدون مقدمات، حدود الدقيقة الأولى يتمكن فريق الكوكب المراكشي من افتتاح حصة التسجيل ويشعل أجواء معطيات هذا المقابلة يا السادة والسيدات. ولكم هي واحدة من المباريات الكلاسيكية في تاريخ البطولة الوطنية. دور المعتاد في الجهة اليمنى لفريق الجيش الملكي، كورميل الشيبي وكذلك حمزة الموساوي، هما معا كذلك ادوار هجومية لجانب الدفاعية. كرة امامية مشات، عسكري الصفصافي، قطع لكوليبالي، كوليبالي رجعت للصفصافي، يعطيها امامية البسخودي، البسخودي تمرير جميلة، فكرة ذكية، لكن الاذكى كذلك هو الحارس اللي ادخل محمد معيوف في الوقت المناسب ومن المكان المناسب وبالطريقة المناسبة. مراكشية، كرة وسط الميدان، مشات عسكرية، يتقدم الشيبي، يعطيها بعيد على ابراهيم البسخودي، الاسبق لذلك هو الحارس محمد معيوف الجديد. من الجانب كذلك مولودية تونس، لأدية عند راس 2.3 نقطة، كرة خطيرة،
تسجيل رائع من إبراهيم البسخودي، كرة في العمق لإبراهيم البسخودي سددها والحارس محمد معيو في أول تصدي خطير وفي أول كرة خطيرة للعساكر تأتي بعد الهدف اللي سجله فريق اللي تسجل في مرمى فريق الجيش الملكي. لاحظوا هنا كرة حمزة المساوي مشات طولية على المقاس، الكنترول بلمسة جميلة من إبراهيم البسخودي سددها ومحمد معيو يستزيد في إبعادة الكرة الخطيرة اللي كان بإمكانه يوصل لستة أسماء. هذه كرة عرضية مشات أمامية عسكرية، الكنترول بسطة خطيرة 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 اللي بعاد وصلت لفائدة من تحذر من البسخودي، البسخودي يبحث عن المساندة، أعطاني بالرحمة بالرحمة للصفصافي وصلت مرة أخرى للشجر العسكري يبحثون عن هدف التعادل، كرة تمشي لتوفيق الصفصافي حذر لفائدة من البادي المادي بالرحمة يعطي أمامية مشي اليسرى. هل يختار الفريق العسكري التسليم من بعيد في ظل غياب النجاح الهجومية وفي ظل الدفاع المستميت بالنسبة لعناصر الكوكب المراكشي؟ ياسر الدهبي يخسر كرة بشكل سريع بعد ما تدخل من وعبد الواحد الشخصي أعطى طولية الصفصافي خطيرة تسديده تمشي جانبية تمشي جانبية واحدة من الكرات القليلة. وقلت في ظل هذا الوضع سيختار التسديد من بعيد كما هو الشرف اللقطة الأخيرة من عبد الغاني معاوي أكاديمية ويبحث من أجل تأمين الخط الدفاعي. كرة طولية خطيرة مشات خطيرة 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 يدخل محمد معايو تدخل انتحاري من جانب حارس مرمى فريق الكاسيان يلقدر موقف للمرة الثانية أمام الخطير إبراهيم البسخودي. هو من يكتسي طبع الخطورة في خط هجوم فريق الجيش الملكي، يعتمد على سرعته يعتمد على إمكانياته على لمساته. هنا شوف معي كرة طولية من جديد بنفس الطريقة ومن نفس اللعبة طولية تلعب في الجهة اليسرى طولية سبق ليها في الوقت المناسب بعد بعد أمام اللاعب إبراهيم البسخودي. الحكم يقول تو يمشي مساوي يتقدم مساوي حضر للصفصافي، الصفصافي يبحث عن التسديد يبحث عن الفرصة والسوي يعطيها كرة لإفادة حمزة المساوي يتمكن منها، حمزة يبحث عن العرضية كرة عسكرية للعرضية الراسية والحارس يدخل محمد معايو ينقذ الموقف في المكان المناسب كذلك وبطريقة مناسبة. سيعاني كثيرا محمد معايو، قلت سيعاني كثيرا في مباراة اليوم لأنه الأخير الآن أمام الجيش الملكي سوى الضغط والبحث عن هدف التعادل. الكرة أمامية اتفق الصفصافي عبد المنعم بطول، حكم يقول وصلوا لعب في الوقت كان طلب ياسر الدبي بخطأ، الحكم يقول وصلوا لعب كرة أمامية خطيرة عسكرية مشات خطيرة. ماذا يقول الحكم؟ يرفع الرايح يرفع الرايح في الوقت الأخير إشارة بتسلل. عبد الغالي معاوي كل ما كانش هناك تسلل بتاتا. سيد الحكم المساعد يستغرب القرار الحكم المساعد، لكن الحكم رفع الراية المساعد هكذا كانت الإشارة من عبد الغالي معاوي. إذن حالة تحكيمية ثانية في هذه اللحظة نشوفوا الإعادة. لا يمكن السم هذه فيها شك، يمكن قلعة عسكري كرة خافعة تمشي أمامية مراكشية خطيرة يتقدم تسديد لكن ضيق على الخناق عبد الكل من إسماعيل بن المعلم وكذلك اللاعب وعبد الواحد الشخصي أمام لاعب الكوكب المراكشي لاعب المواجه فريق الكوكب المراكشي. سنتابع أشياء تقدر فيما تبقى من الجولة الأولى سيريا وأشواك كما يقال عن رائعة في مدرجات من جانب انصار الجيش الملكي. هذه كره خطيره يقطع في الوقت المناسب دفاع الكوكب المراكشي تمريره فيها خطر من صليف كوليبالي بعد ياسر جارسي، جارسي خط الوسط بالرحمه بالرحمه الكنترول بالصدر تحضير تمشي لعبد الغالي معاوي يمشي يتوكل عبد الغالي لابراهيم المسخودي خطير تحضير بالرحمه سددها بالرحمه المره الاولى والثانيه والابعاد يجي من طرف دفاع فريق الكوكب المراكشي بعد زكريا السفيان هذا المره لبسخودي يتوكل البسخودي هذا المره يقطع من جديد يقطع المدي صايا وصلت لي اللاعب عبد الله عميمي، عميمي بعدها بمبدا السلامه والامان يبعدها في اتجاه نص ملعب فريق الجيش الملكي. يعني بالنسبه لهذه الانديه من امر البقاء تابع هذه الكره ينتظر دعم المسانده عرضيه خطيره مراكشيه على المقاص لكن كريم الهاني لم يتمكن من استثمار الكره اللي جات بشكل جيد البلال وشوم الخير خط الوسط تابع الكره اللي كان كاد لاعب الكوكب المراكشي لكن ما تمكنش منها اللاعب كريم الهاني اللي حاول ما يمكن يحول مسار الكره في اتجاه شباك الحارس محمد امير بن وقاد. تلعب الكره لفائده من مادي بالرحمه بالرحمه يعطي اماميه فرصه تسديد شميله شميله من محمد كمال ثاني كره تلعب بهذا الشكل من فريق الجيش الملكي
في هذه الجولة الأولى بعد ما كانت كرة اللي كنا تبعنا كرة تسديدة من خارج المنطقة الثانية ذا المرة تجي من طرف اللاعب كمال ركنية عسكرية راسية وركنية ثانية توارية بعد ما كان هناك الارتقاء من اسماعيل بن المعلم إبعاد دفاع الكوكب المراكشي والحكم يعلن عن خطأ لإفادة الكوكب لإفادة يعلن عن ركنية لفريق الجيش الملكي آخر لحظات هذا الجولة الأولى يا أستاذ السيدات نعيش الوقت المضاف الآن فريق العسكري يبحث عن التعادل والكوكب يريد أن ينهي الشوط الأول متقدما بالهدف المسجل كمال حاول يسددها الشات خاشمة خطيرة الكونتر أتاك للكوكب المراكشي يبحث عن الانسلال يقطع محمد كمال كرة مشات أمامية خطيرة عسكرية أمامية هذه المرة من طرف من كات من بالرحمة ولكن كان يلعب لكن قطع بولكسوت يتقدم بولكسوت يمشي بولكسوت يعطيها للتفتيش من قيمون ويستندون وينتظرون الشوط الثاني حاسم كرة خطيرة خطيرة يفعل الكوكب ياسين الدهبي هدف من دهب ياسين الدهبي هدف من دهب والفرحة لا تصدق في المدرجات هناك بمدينة مراكش شوفوا معي الخطأ على مستوى الدفاع طلاسيت يتوغل في المنطقة يمينية قوية خطيرة مسددة بشكل رائع صاروخية من ياسين الدهبي يمنح هدف ياسين دهبا يمنح ويسجل هدف ياسين دهبا بالنسبة لفريق الكوكب المراكشي تستقر في الشباك محمد أمين البرقادي هدف ثاني في اللحظات الأولى من هذا الشوط الثاني كما فعل الكوكب في الشوط الأول تمكن من تسجيل هدف مبكر ومع بداية الشوط الثاني يسجل هدف الثاني والصورة ربما غنية عن كل تعليق لا تصدق ما يحدث جماهير العاش للفريق العسكري في مباراة اليوم كانت تنتظر فريق يسيطر ويسجل هدف وهدف لكن الكلمة الآنية للفريق المراكشي ليكون ولا نكون هذه كرة طولية خطيرة يقطعها محمد من البرقادي بعدها تمشي طويلة في اتجاه دفاع الكوكب المراكشي يتمكن من توفيق الصفصافي شوط ثاني متحرك خصوصا بعد المتغير اللي حدث هو الهدف اللي سجل فريق الكوكب المراكشي هدف الثاني اللي جاء من جانب ياسين الدهبي الدهبي اللي يرفع حصيته تهديفيا لخمسة اهداف رفقة فريق الكوكب المراكشي هذا الموسم بولكسوت يقطعها بولكسوت يعطيها وجمهور حسنية تقدير الذي خطف الأضواء بإبداع ثلاثي من طرف فصيلة لمسيخر هذه كرة خطيرة أمشي أماميها فوتشات خطيرة للفريق العسكري واستماتة مراكشية سدد بعيد هذه المرة كانت من الشيبي بعيد عن مرمى الحارس محمد معيو واحدة من الكرات التي اكتسبت مع الخطورة شوف معي الصفصافي ولا الفامب ولا البسخودي ولا الشيبي كلهم عجزوا عن تسديد الكرة مؤثرة في اتجاه شبكة الحارس محمد معيو وهذه الكرة اللي اكتسبت مع الخطورة شوف اللي قام بالدفاع من هو عبد الغني معاوي مواجه فريق الجيش الملكي ولكن وقف مر الوقت الآن سيزداد الضغط على فريق الجيش الملكي جماهير الكوكب تتمنى لو أنه تنتهي المباراة في لحظات وفريق يفوز بالنقاط الثلاث لأنه انتصار اليوم ربما يستطيع العسكري عنده من الإمكانيات اللي تخليه يرجع في مجريات المباراة ما دام هناك وقت كافي قلت ما دام هناك وقت كافي لتسجيل أهداف أخرى في هذه المباراة كافامو دخول نوعا ما حرك الآلة الهجومية لفريق الجيش الملكي نعرف دوره كمتوسط ميدان هجومي وتابعنا بعض الكرات وأخطر اللي تابعنا اللي كانت ضد اليمن هو عبد الغني معاوي لأنه كان الكرة ارتطمت بعبد الغني معاوي كرة عسكرية في هذا اللحظات تدب من جانب الشيبي أو لافامبو أتوقع يلعب لافامبو توقع يلعب لافامبو لأنه غتمشي مباشرة في اتجاه الحارس محمد معي لافامبو 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 ترتطم ببلكسوت ولبعاد من الدفاع المراكشي ترجع من محمد كمال أنا وصلت في اتجاه من تمشي كرة طولية أمامية وصلت عبد الغني معاوي عبد الغني في الجهة اليمنى يعطيها لفائدة من يرد للخلف في البحث على المنافذ التي تغيب عن فريق الجيش الملكي هذه عطية روسية
شميل الكرة العرضية والأشمل الرأسية لكن بعيدة كرة إبراهيم المسخودي العب على المقاس العب على المقاس العب على المقاس عبد المنعم بطويل بينهما فقط فارق الانتصار واحد اعتبارا انه الكوكب عنده 29 انتصار ودي تشيدو شميلو لافا باس تدا من خارج المنطقة وحارس المميز والرائع محمد بعيو يتصدى ليتنس صاروخية تبعنا سواء في الجولة الأولى وفي الجولة الثانية من خارج المنطقة هذه ركنية راسية ماذا الحد العاثر يا الجيش الملكي كرة ترتطم بالعارضة الإشارات بأنه اليوم حتى لو تلعب 90 دقيقة أخرى لن تسجل هدف ولن تعود هذه الإشارات في بعض اللقطات وبعض الكرات لكن سننتظر الدقائق المقبلة بعد ما تابعنا كرة صاروخية تابعوا معي لعبة من الشيبي هو اللي كان حضر شوف طريقة الشميلة راسية من اختلطت علي الأمور من سدد الكرة براسية هل سدد اللاعب لوفامبو أو سدد إبراهيم البزخودي وتابعنا الكرة الأخيرة التسديدة اللي كانت من لوفامبو لكن الراسية اللي لعبها أظن هو البزخودي يا إما البزخودي يا إما لوفامبو كرة خطيرة اللي كانت لفريق الجيش الملكي يتابعوا ولا يريد أنصاره وكل المحبين والأوفياء أن يذهب كل ذلك أدراج الرياح الانطلاقة ستكون من مباراة اليوم سيولد الكوكب من مباراة اليوم إن حقق الانتصار سدد بعيدة عبد الغني معاوي بعيدة لعب الجيش الملكي الجيش الملكي نوعا ما هذا الموسم بدا يقدم بعض الاشارات للعودة للواشية بعد ما غاب لعقد واكثر من عقد من الزمن يزيد من 10 سنوات عشاف تقدم فيها للزعيم ولشخصية فريق الجيش الملكي جسد مدام طرف المواجهة فريقان كبيران عريقان نادي كرة خطيرة والكرة الخطيرة هي كثيرة للجيش الملكي لكن لا تريد أن تدخل للشباك كأنه اليوم تقول يعني لكل المكونات ماذا يقول الحكم يقول ركلة مرمى لفريق الكوكب شمير الجيش ظنت بأنه ركلة جزاء لكن الحكم أشار بركلة مرمى أنا تابعوا لهذا قلت لكم اليوم كأنه يعني هذا المباراة تريد أن تنصف الكوكب المراكشي تنصف تاريخ الكوكب وفي نفس في تلعب ثلاجة اليمنى لعبات عسكرية عرضية من الاختصاص الشيبي بعد عن الراسية كرة تخرج للركنية يقول حكم المباراة ثلاجة اليمنى لعبات عسكرية عرضية من الاختصاص الشيبي بعد عن الراسية كرة تخرج للركنية يقول حكم المباراة تلعب الركنية سريعا من العناصر الجيش الملكي مقوسو مرت محادية عن عدد كبير من اللاعبين ولا أحد من عناصر الجيش الملكي حول في اتجاه الشباك هذه خوفت جماهير الكوكب تفاعلت وخوفت جماهير الكوكب شوف عبد الغني معاوية لما أقول لكم اليوم هي الإشارات بأنه اليوم ربما تحقيق النقاط الثلاث ولا شيء غير ذلك وبالفعل ابناء عاصمة النخيل هنا بالعاصمة الإدارية للمملكة يقدمون واحدة من المباريات البطولية هذا الموسم واحدة من المباريات ربما اللي ستكون مهمة بالنسبة للكوكب المراكشي بعيو يدخل مرة أولى وتارية راسية ويد الحارس يتبكر منها محمد بعيو من تصفيقات جماهير الجيش الملكي شوف انا العرضية اللي كانت في مكان الحال جماهير الجيش الملكي يجب المباراة قلت لاستحضار التاريخ وانجاد فريق اسمه الكوكب المراكشي ومن الكبير الزعيم الجيش الملكي شوفوا هنا كرة تلعب بالعرضية انجاد عملية ابعاد من الدفاع فيها نوعا من ارتباك ياسر الجرس يختار ابعادها والأول اللي تحضر في المدرجات لكن لدعم الكوكب المراكشي اليوم كأننا نلعب في مدينة وادي خطيرة لكن بعد في الوقت المناسب كأننا نلعب مدينة مراكش تمشي كرة خط الوسط شيبي هل يقلص الفريق العسكري لوفامبو يبعد زكريا سفيان
إبعاد زكريا سفيان وتمشمكر من تحقيق الانتصار اليوم. الكلمة الأولى كانت لفارس النخيل لو يواصل ما تبقى من المباريات بعد غرينتا بهذا الحضور. توقع الكوكب قلت لكم اليوم حتى لو يزيد 90 دقيقة أخرى جيش الملكي لن يسجل. اليوم الحظ يريد أن يقول للكوكب المراكشي اليوم أنا معك أنا معاك. اليوم شريطة تتواصل بنفس الجرينتا في المباريات المقبلة بعدما ضاعت كرة أخرى من الكرات الخطيرة. انتصار مهم لاحظوا مع اللقطة الأخيرة. حسبوا معي عدد الكرات اللي لعبت اليوم بهذا الشكل مرشد ولسددها يعني العرضيات والعديدة الكرات اللي ردتها العارضة والقيم الأيمن والحارس ديباعيو استحق الانتصار عن جدارة واستحقاق الكوكب المراكشي. حد موفق لفريق الجيش الملكي. شكرا لكم أيها السادة والسيدات على حسن المتابعة. ألقاكم موعد مقبل بحول الله. إلى اللقاء.